بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. راح نعمل بهذا الفيديو فيريفيكيشن للساب في حالة البلاستيك اناليسز. راح يكون في عندنا 3 أمثلة. راح يكون بهذا الفيديو أول مثال، هو عبارة عن كانتيليفر كولوم 5 متر ارتفاعه، بتعرض لفورس بوش أوفر فورس. هذا الكولوم عبارة عن مادة ستيل اي سكشن مثل ما احنا شايفين الابعاد، وهاي ستريس سترين للماتيريال اللي راح نستخدمها في هذا المثال. راح نستخدم الساب، سواء ساب 14 16 18 ما بتفرقش، كلها نفس الآلية. راح نعملنا لهذا المثال عبارة عن حل يدوي مثل ما احنا شايفين، بيطلع إلاستيك بعدين بروح على مرحلة البلاستيك. مثل ما احنا شايفين اللود تقريبا عند 165 كيلو نيوتن راح يتعرض للديسبليسمنت مقدار 73 مليمتر. الماكسيمم لود اللي هي الالتيميت 180 كيلو نيوتن راح تكون 181 مليمتر. راح نشوف هل الساب بقدر يطلع لنا هذا الكيرف او لا. اذا تقدر يطلع لنا هذا الكيرف فبيكون احنا واثقين في الساب من ناحية البلاستيك اناليسز. خلينا نبدأ نروح على الساب. بنعمل وحدات كيلو نيوتن متر، نبلش نعمل نيو موديل بيم، النمبر اوف سبان عبارة عن 1، سبان لينث 5 متر. نروح نعرف البيم، اد نيو بروبرتي اي سكشن، نسميها اي سكشن. نروح نعرف اول شيء الماتيريال، نعدل على الماتيريال. مثل ما احنا عارفين الماتيريال اف واي بهذا السؤال زي ما احنا شايفين 350 في 10 قوة 3، لأننا نتعامل مع كيلو نيوتن وحدات المترية. تأكد ان هاي هي الماتيريال. الاوتسايد فلانج هو عبارة عن 0.4 مثل ما احنا شايفين في السؤال، هاي 0.4 اوتسايد فلانج. الفلانج ويث عبارة عن 300 اللي هي 300 مليمتر 0.3، والبوتوم كذلك 0.3. اما بالنسبة للتوب فلانج تيكنس هي عبارة مثل ما احنا شايفين في السؤال عبارة عن 20 مليمتر 0.02، نفس الاشي البوتوم لانه دبل سيمتري. اما بالنسبة للويب ثيكنس مثل ما احنا شايفين هنا عبارة عن 10 مليمتر، فهي عبارة عن 0.01. هيك احنا عندنا المقطع جاهز. بنروح على سكشن بروبرتيز، راح يلزمنا بعض المقاط بعض الاشياء من هاي اللوحه، مثل سكشن مودولس 3 اكسس اللي هو الاستيك سكشن مودولس اللي هو بسموه اس اكس. اما بالنسبه للشيء الثاني راح نستفيد منه اللي هو البلاستيك اباوت 3 اكسس اللي هو عباره عن زد اكس اللي هي البلاستيك مودولس. هاي اوكي، هاي اوكي، اوكي. فاحنا عارفين هاي، بنحط اوكي، نروح نعدل على ال سبورتس اساين جوينت ريسترينز عبارة عن فيكس سبورت، اما من الطرف الثاني فهي عبارة عن فري. اساين جوينت ريسترينز عبارة عن فري، ما بتفرقش عبارة عن سواء كان باتجاه الكانتيفر باتجاه الزد او باتجاه اكس، المهم نفس الآلية راح يكون. لتأكد انه حاطين شكل المقطع صح او لا نروح على اكسترود. في هون عندنا اشي اسمه اكسترود سكشن، موجودة بهاي اكسترود فيو، نعملها كثري دي، نعملها روتيت مثل ما احنا بدنا اياه، المقطع صحيح والاتجاه الدوران له صحيح. طب نرجع على اكس زد بلان، اكس زد بلان، نقيم الاكسترود مشان نعرف نشتغل عليها بشكل اوضح. الان رحين نعرف، خلصنا الماتيريال، رحين نعرف اشي اسمه هنج بروبرتيز. رحين نعرف اشي اسمه هنج بروبرتيز، قبل ما نعرفها رحين نعرف اللود اللي هي البوش اوفر. في عنا بوش اوفر لود، فهنا نروح نعرف على اللود باترن، نحط هنا عبارة عن بوش اوفر، نوعيتها اذر اد، نصفر الديد ما بتفرق، مش رايحين نقرا منه نتائج. رايحين نروح على شيء اسمه لود كيسز. بنروح على اللود كيسز، بنروح على البوش اوفر مثل ما شايفين لينير ستاتيك، بنروح نعملها نون لينير، نروح على موديفاي بنخليها نون لينير،
في النون لينير راحين نلاحظ هاي زيرو انيشال كونديشن ستارت فروم انستريد ستيت، يعني لما بده يبلش يحط هاي اللود يبلش يحطها من الصفر، يعني ما فيش قبلها لود سابق، ما فيش قبلها. يعني لو كان في عندنا مثلا اكسيال لود وفي عليها كمان لود بشكل البوش اوفر وبدنا نخليها تبدا البوش اوفر بعد الاكسيال لود، وقتها بنحط كونتينيو. احنا عندنا ما فيش عندنا اكسيال لود، هي عباره بتبلش عباره عن الزيرو، اللود تايم، لود باترن، اللود نيم عباره عن بوش اوفر، سكيل فاكتور بدنا اياها واحد، يعني النتيجه اللي بتطلع لنا اياها مش رح نضربها بقيمه ولا نقسمها على قيمه. خلينا نروح هون على ايش اسمه لود ابلكيشن. نروح على لود الابلكيشن، احنا بدنا نحطها ديسبليسمنت كنترول. شو يعني؟ يعني كل ما زاحت على اليمين بدها راح ترتفع. كلود ديفليكشن كيرف ديسبليسمنت كنترول يوز مونيتور ديسبليسمنت، يوز مونيتور ديسبليسمنت لود تو مونيتور ديسبليسمنت ماجنيتيود اوف. هاي معناها انه لما بده يمشي فيها الكيرف، يعني مثلا بي دلتا كيرف، حديت وين يبطل يعمل اناليسز، بطل يرسم الكيرف. يعني مثلا هل اخليه عند 2 متر ولا عند 1 متر ولا عند نص متر؟ فهاي ما بتفرقش معي، يعني كل ما كانت القيمه كبيره بتكون افضل، مشان نلاحظ شكل انكسار المنحنى لما يصير له فيلر. يعني مثلا لو حطيناها نص متر، مثلا نص متر، طيب هاي النص متر اي جوينت فيهن، يعني لما بدها تيجي تتحرك الجوينت، سواء حكينا احنا كماكسيمم ماجنتيود انه نص متر. طيب شو يعني هاي النص متر لاي جوينت؟ في عندنا تو جوينت، في عندنا مثلا هاي الجوينت وفي عندنا الجوينت. بدنا نعرف للساب انه كله انه هاي الجوينت نفس هاي الجوينت انها لما بده يصير لها ديسبليسمنت، لما بده يصير لها ديسبليسمنت نص متر، نص متر. طب كيف بدنا نحكي له انه هاي ماكسيمم نص متر؟ كنا نحكي له لازم نحط اول شيء احنا باي اتجاه، يو 3 اللي هو باتجاه زد، هاي يو 3. طيب اي جوينت، طبعا كيف بدنا نعرف انه الجوينت انها هاي الجوينت؟ لا بنروح لازم نظهر اللي هو شو ليبلز على الجوينت عشان نعرف انه شو رقمها هاي الجوينت. الساب شو بيعتبر رقمها هاي الجوينت؟ فلازم قبل كل شيء لازم نروح نحكي له انه هاي عندنا شو اسم الجوينت. كيف بدنا نعرف اسم هالجوينت؟ نروح كالتالي، ونروح نظهر على الشرط الصح، بنحط على الجوينتس ليبل هاي اوكي، فرحين نلاحظ انه اسمها 2، اسم هاي الجوينت 2. بنرد نرجع على اللود كيسز، نرجع عليها موديفاي مثل ما احنا شايفين، هاي ما خليناها لينير، هاي موديفاي عباره عن ديسبليسمنت كنترول يوز مونيتور ديسبليسمنت ماكسيمم، ماكسيمم باتجاه زد اللي هي بدنا اياها نص متر. الديجري اوف فريدم اللي حكينا عباره عن يو 3، طبعا هاي اليو 3 مقصود فيها باتجاه اللوكال اكسس، بس عندنا اتجاه زد هو عباره عن لوكال اكسس، ونفس الشيء هاي عباره عن جلوبال اكسس. هاي عباره عن الجوينتس بدنا اياها جوينت رقم 2. شو معنى هذا الحكي؟ انه جوينت رقم 2 تحرك ماكسيمم نص متر، بعد النص متر يقطع الساب التحليل. طبعا من حتى لو حطيناها رقم كبير مشان نضمن انه انكسر المنحنى عند هذيك النقطة، هيك يعني حتى لو حطيناها متر او مترين او 3 متر ما مش راح يأثر على النتائج. نروح على الفاينل ستيت. فاينل ستيت انه انا بديش، بالتالي انا بدي اياه لما بده يحط هاي اللود، لما بدي اشوف النتائج ما بديش احط بداية اللود ونهايتها. مثلا كان عندي الفيرر عند 180 كيلو نيوتن، ما بديش احط اللي بس 180 كيلو نيوتن، بدي اشوف كيف تصرف البيم اثناء وضع اللود، فبحطها ملتيبل ستيت. هاي بنحطها اوكي، هاي ما بغيرش عليها ولا اياتها شيء. اوكي اوكي، هاي اوكي. هيك احنا عرفنا اللود اللي اسمها بوش اوفر. بدنا نحط هاللود البوش اوفر. وين نحط هاللود البوش اوفر؟ بنعلم النقطه هاي assign joint load forces عند اللود نوعها بوش اوفر باتجاه الزد، فسواء حطيتها واحد او سالب واحد ما بتفرقش معي. ليش؟ لانه راح يبدا من واحد بعدين راح يبلش يزيد فيها، فاحنا بنحطها واحد في جلوبال، واحد على اساس انها اللود للاعلى. هاي اوكي تمام. هسا بدنا نروح نعرف، احنا عرفنا لود، طب بدنا نعرف للساب اشي اسمه بلاستيك هنج، يعني بدنا نحكي له انه في عندي هنج، وين هاي الهنج؟ مثل ما احنا عارفين بالعاده وين الهنج بيكون؟ بيكون عند نقطه مثلا الفيكس سبورت،
النقطة اللي بيكونش فيها بيكون بالأصل فيها محدود الدوران فيها. يعني مثلا إذا كانت عندي بان، طبعا مش راح يكون في عندي هنا بلاستيك هنج، فراحين نعرف هاي خصائص البلاستيك هنج. define section properties hinge properties، بنحط add a new property. احنا عنا البيم عبارة عن steel، فبنخليها use defaults for steel. هاي اوكي، احنا اللي بدنا اياها هاي سميناها FH1 بلاستيك هنج الاولى. فورس كنترول ديفورميشن كنترول، احنا بدنا اياها ديفورميشن كنترول لانه الفورس كنترول هي للبريتل. ليش؟ لانه بتكون زي كانها لينير، فكل ما ازيد الفورس بتزيد الديسبليسمنت. اما هاي لانه راح يصير في عندي لارج ديسبليسمنت فبخليها ديفورميشن كنترول. شو بدنا اياها؟ بدنا اياها كنترول لايش؟ بدنا اياها كنترول للمومنت 3. مش احنا في عنا المومنت 3 لجوا؟ طبعا المومنت 3 لايش؟ لللوكال اكسس. هاي مومنت 3. طلعت هاي الصفحة، هاي الصفحة مهمة جدا، هاي الصفحة مهمة جدا. في هنا ايش اسمه مومنت على اس اف، وفي عنا روتيشن على اس اف. اول اشي في البداية احنا اللي بدنا اياه بدنا ندخله مومنت كيرفيتشر دايجرام، بنحط على مومنت كيرفيتشر دايجرام. رايحين نتعرف على الخصائص، جميع هاي الخصائص في البداية. هاي مومنت وهاي كيرفيتشر، معروف انه مومنت على سكيل فاكتور وكيرفيتشر على سكيل فاكتور. كيف بدنا نحسب المومنت على سكيل فاكتور؟ كيف الكيرفيتشر على سكيل فاكتور؟ اول شيء سيمتريك. شو يعني؟ يعني من بوتوم نفسها التوب. طيب اول شيء مثل ما احنا عارفين لازم اي منحنى يبدا من صفر صفر. طيب هاي في عندنا 1 0 1 وربع 6، هاي بيكون ديفولت، راح يتعدل هدول الارقام، راح يتعدل. كيف راح يتعدل؟ اول شيء هون في عندنا بالرسمة في عنا كل نقطة عبارة عن لون. هاي الألوان بتدل على بعض الأشياء الخاصة في البرنامج. إحنا بدنا هاي بسموها النقطة E، هاي النقطة بسموها النقطة E. بدنا drops to zero، يعني بعد ما يوصل نقطة E يكسر للصفر مباشر، ينزل الكيرف، ينزل الكيرف للصفر. يعني هو راح ينزل الكيرف قبل النقطة E إذا كان موصل التوب ديسبلاي التوب فورس اللي هي بي ألتيميت، فراح ينزل، راح يضل ينزل لحد النقطة إيه، عند النقطة إيه راح ينزل للصفر. فهي ما بتفرقش معاي، فالمهم يكون دروب تو زيرو. في هنا سكيلينج فور مومنت اند كيرفيتشر، سكيلينج فور مومنت اند كيرفيتشر، هاي الشغلة مهمة. طبعا إذا حطينا يوز ييلد مومنت شو معناها هاي؟ راح يحسب الييلد مومنت الساب. لما يحسبها راح زي ما حكينا هنا بدنا ندخل مومنت كيرفيتشر، راح يحسب اليلد مومنت يضربها بهذا الرقم بحيث انها تطلع معاي ايش؟ اليلد مومنت. ونفس الاشي راح يحسب الكيرفيتشر يلد كيرفيتشر ويضربها بهذا الرقم تطلع معاي ايش؟ كي يلد. وبالتالي بيكون مدخل تلقائي، بيكون مدخل بهذا الجدول انه ام يلد مع كي يلد. طيب لما بدي احسب المومنت التيميت وكي التيميت، هاي 1.25، هاي شو مقصود فيها؟ انه بحسب لي يلد مومنت بضربها بهذا الفاكتور بطلع لي ام التيميت، وبحسب الكيرفيتشر التيميت اللي هو اليلد كيرفيتشر بضربها بهذا الرقم بيطلع معي ايش؟ بيطلع معي كيرفيتشر التيميت. يعني شو بعمل هنا؟ مثبت لي ارقام، هذا الرقم بضربه مع هذا الرقم بطلع لي ام، يعني هون بدي ادخل ام ييلد وهون ادخل ام التيميت، هون كي ييلد وكي التيميت. فالام ييلد بضربها بهذا سكيل، هذا الرقم بضرب بهذا سكيل بطلع لي ام ييلد، وهذا الرقم بضرب بهذا سكيل بطلع لي كي ييلد. نفس الشيء هذا الرقم بضربه بهذا الرقم الييلد بطلع لي كي ارفيتشر. زي ما احنا شايفين 1.25 اكبر من ايش؟ من واحد. ليش؟ لانه هذا يعني بشكل عام هذا الرقم لازم يكون ايش؟ الشيب فاكتور، الشيب فاكتور للاي سكشن. يعني هذول الارقام راح تتعدل. طيب في هنا شغله مهمه، في الساب بحسب اليلد مومنت واليلد كيرفشر اذا حطينا عليهم الصح راح يحسبهم خطا. هاي نقطه مهمه، بحسبهم خطا، لهيك راح احنا ندخل له قيمه اليلد مومنت واليلد كيرفشر. راح احنا ندخل له اليلد مومنت وايش؟ واليلد كيرفشر. فبنقيم الصح عليهم هون، هون راح ندخل. هسا احنا بنحط السكيل فاكتور اللي بدنا اياه، اياتها سكيل فاكتور، بحيث انه هذا سكيل فاكتور اذا ضربته بهذا الرقم يعطيني مومنت ييلد، واذا ضربته بهذا الرقم يعطيني مومنت التيميت. هذول الارقام ما بهمنيش كثير، ما
ما بهمنيش كثير لانه انا بكفي اني دخلت اليلد والالتيميت. ونفس الشيء بهذا سكيل فاكتور، اذا ضربته بهذا الرقم لازم يعطيني كي يلد، واذا ضربته بهذا الرقم لازم يعطيني ايش؟ كي التيميت. طيب فاحنا ما بتفرقش معنا لو مثلا حطيت المومنت يلد عباره عن المومنت سكيل فاكتور، يعني هذا سكيل فاكتور لو حطيته عباره عن مومنت يلد، كم عندي قيمه المومنت يلد؟ قيمه المومنت يلد مثل ما احنا بنعرفها اللي هي الاستيك سكشن مودولس مضروب باف واي. الاستيك سكشن مودولس من الساب من طولها، مش شرط ان نحسبها لانها موجوده من خصائص المقطع زي ما احنا شفنا في البدايه، ضرب 350 طلع معنا 826 كيلو نيوتن متر. نحط 826 يعني 820 26 بلشنا من 0 0، 826 ضرب 1 عبارة عن اليلد مومنت، بدي اضربها بهذا الرقم، هاي بدي اخليها الالتيميت مومنت، كم بتكون؟ هو عبارة عن الشيب فاكتور. شو هو الشيب فاكتور؟ عبارة عن الام التيميت على الام يلد. طب كم قيمة الام التيميت؟ مثل ما احنا عارفين طلعنا بلاستيك سكشن مودولس بنضربها قيمة اف يلد، قيمة زد اكس يعني مقصود فيها، فقيمة بتطلع عنا قيمة الالاستيك بلاستيك سكشن مودولس، بس نتأكد منها، بتطلع معنا طبعا ام طبعاً 2.6، فبتكون عندنا الشيب فاكتور عبارة عن اس اكس على زد اكس على اس اكس، 2.6 تقسيم 2.6 بتطلع معنا 1.102. لاحظوا انه لما ضربت المومنت هاي ضرب هذا سكيل فاكتور طلع لي ام ييلد، لما ضربت المومنت هاي ضرب 1.102 طلع لي ام التيميت. هذول زي ما حكينا ما بتفرقش معنا حتى لو خليناها مثل ما هن او غيرناها. نفس الشيء نعمل للكيرفتشر، احنا حاسبين الكيرفتشر يلد الكيرفتشر التيميت، كم قيمه الكيرفتشر يلد؟ هي عباره عن الاي اللي هي ال 0.02 تقسيم 0.00175 تقسيم اللي هي ال 200، تطلع معنا اللي هي 8.75 ضرب 10 وناقص 6 راديان لكل مليمتر. يعني بتطلع معنا بما اننا نشتغل بوحدات في المتر، طبعا حتى لو خليناها واحد ما بتفرقش معنا، المهم يطلع هذا الرقم لما اضربه يطلع كم قيمه الكايل. فهاي احنا بنعملها عباره عن 8.75 في اي قوه ماينس 3. شو معنى هذا الحكي؟ انه هاي لما اضربها بهذا الرقم زي هون يطلع لي كايلد، فهاي مثلا خليها واحد. يعني هون مش شرط ان نغيرها حتى لو كانت انها موجودة، حتى لو كانت هاي موجودة ما بتفرقش لانه مش راح يعمل حساباته الصحيحة، يعني حتى لو كانت صفر راح يعمل حساباته الصحيحة لانه ماشي لينير، فراح يحسبها لحاله. يعني هاي حتى لو انا خليتها صفر راح يحسبها لحاله، مش راح يعني هاي عبارة عن قيمة لود، عبارة عن قيمة كيرفتشر، يعني حتى لو خليناها صفر راح يحسبها لحاله. هاي احنا بهمنا هذا الرقم، احنا بهمنا هذا الرقم، هذا الرقم عبارة عن كيف بدنا نحسبها؟ عبارة عن كي التيميت على كي يلد، كي التيميت اللي هي اللوكال داكتيليتي بسموها، كي التيميت على كي يلد، لأنه هنا دخلت الكيرفتشر عبارة عن 8.57، فبدي أضربها بكي التيميت على كي يلد عشان تعطيني إيش؟ كي التيميت، كي التيميت بتطلع معنا، كي التيميت بتطلع معنا حسب الحل اللي هي 0.02 تقسيم 200، 0.02 تقسيم 200 بتطلع معنا 100 × 10^6، يعني عبارة عن 100 × 10^6 تقسيم 8.75 بتطلع معنا 11.428.
لا طبعا هذا الرقم بسبب 16 او 18 18 بتغير، تقدر تغيره، بس حكينا مش راح يفرق. هذا الرقم تقدر تغيره بسبب 18 بس مش راح يفرق. هاي الرقم حتى لو خليتوه مثل ما هن، لان انا بكفي اني عرفت لو خليته مثل بهذا الشكل. طبعا دائما بتكون هاي بوينت 2، هاي دائما لو خليتها مثلا اكبر من هذا الرقم ما بتفرقش، سواء حطيتها 15 16 18 20 50 ما بتفرقش، المهم اكبر من قيمة اللي انشان شكل كيرف كيف ينزل، لانه بدنا اياه ينزل بهذا الشكل، بدناش اياه ينزل. يعني حتى لو نزل بهذا الشكل احنا عرفنا نقطة الفيلر، بس احنا لو خليناها هاي عبارة عن 15 ما بتفرقش النتيجة حتى لو غيرناها. فهي عبارة عن زي ما احنا عارفين عرفنا المومنت كيرفجر. هون بتيجي طبعا اول شيء احنا كنا عاملين مومنت كيرفجر مش مومنت روتيشن. طيب هسه هون ببلش الاشي المهم. في عندنا هون مومنت كيرفجر هنج لينث، بتكون اول شيء ريلاتيف لينث او بقيمها. يعني شو يعني هون؟ يا اما بحط ريلاتيف مثلا 0.1 من طول ال، يعني 0.1 من الخمسه، او ايش بحط طول الهنج الاصلي. كيف راح يعتبر لي اياها؟ كيف راح يعمل لي اياها؟ راح يعمل الساب بهذا الشكل مثل ما احنا عارفين، مثل ما احنا عارفين. خلينا بس نيجي على الرسام. هاي عباره عن الكولوم وهي عباره عن فيكس سبورت. اللي راح يصير كالتالي، مثل ما احنا عارفين انه شكل المومنت دايجرام نتيجه الفورس بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه راح تكون شكل المومنت دايجرام بهذا الشكل. هاي شكل المومنت دايجرام، هذا عبارة عن الكانتليفر. راح تكون هاي المنطقة، راح تكون هاي المنطقة F في L. يعني هاي راح تكون عبارة عن ك فاينل مومنت دايجرام. يعني راح تكون هاي M بلاستيك او M ألتيميت، M بلاستيك او M ألتيميت، وراح تكون في منطقة معينة هون، راح تكون في منطقة معينة بهاي المنطقة على بعد مسافة x، راح تكون عندنا m yield. هاي المسافة عبارة عن مسافة x، هاي المسافة عبارة عن مسافة x. طيب ايش اللي راح يصير؟ الساب لما ندخل له شيء اسمه hinge length شو راح يعمل؟ راح يعمل التالي، راح يعمل التالي. مش راح يرسم رسمة المومنت بهذا الشكل. هسا احنا ام بلاستيك موجودة معنا، كم قيمتها ام بلاستيك؟ هي عبارة عن الفورس. طبعا بحسب ام بلاستيك، كيف نحسب ام بلاستيك؟ عبارة عن اس اكس اس زد اكس ضرب اف واي. يعني زد اكس ضرب اف واي بتطلع معنا قيمة ام بلاستيك 910 تقريبا، تقريبا ام بلاستيك 910 كيلو نيوتن متر. وام اليلد نفس النمط موجودة معي انا، ام اليلد اللي هي 826 كيلو نيوتن متر. بهاي الحالة احنا عندنا بنقدر نعرف اكس بسهولة عن طريق تشابه المثلثات، نقدر نعرف اكس، بس مش الهدف هون. طبعا كيف بدنا نعرف قيمة اكس؟ كيف بدنا نعرف طريقة اكس؟ اللي هي 900، اللي هي هاي طولها 5 متر، 5 على 910 شو بتساوي؟ بتساوي هاي المسافة اللي هي 5 ناقص اكس، إذا هاي فرضناها عبارة عن اكس، فراح تكون هاي عبارة عندي عن مسافة اكس، هاي راح تكون 10 ناقص اكس، بتطلع معنا قيمة اكس، تطلع معنا قيمة x تقريبا بوينت لما حليناها يدوي، خلينا نتأكد من قيمة x، تطلع معنا قيمة x اللي هي بوينت فور سكس متر. طيب الساب شو راح يعمله؟ الساب راح يعمل كالتالي، راح هاي عبارة عن الكولوم عندي، هاي عبارة عن الكولوم. طبعا احنا لما نقول عن ام المومنت دايجرام كأننا بنحكي عن ايش؟ عن قيمة اكس، هاي نفسها قيمة اكس تدخل في ايش؟ في الكيرفيتشر دايجرام. يعني شكل الكيرفيتشر راح يكون عندي بهذا الشكل،
هاي عبارة عن كي ألتيميت، هاي عبارة عن كي ييلد. فخلينا نشوف شو الساب بيعمل لما بده يرسم رسمة الكيرفيتشر دايجرام. هاي طبعا كيدوي، بدهاش وقت في الحسابات، هاي مجرد تشابه مثلثات. فكيف الساب راح يرسم رسمة الكيرفيتشر دايجرام؟ راح يرسم الساب رسمة الكيرفيتشر دايجرام بهذا الشكل. لما ندخل له مثلا، لما مثلا ندخل له البلاستيك هنج عرضها 0.46 متر، كيف شو اللي راح يعمله؟ راح يعمل كالتالي، راح يرسم الساب بهذا الشكل لحديت نقطة الكايل، بعدين راح يرسم هاي عبارة عن كي التم. هذا اللي راح يعمل الساب. الساب من الساب راح يرسم هاي عبارة عن كي يلد، وهاي عبارة عن كي التمت. طيب مثل ما احنا شايفين، بما انه راح يعمل هيك 0.46 متر، راح يعملها هاي كلها مثل ما احنا عارفين، فمعناتها لا راح تطلع عندي قيمة الديفليكشن اعلى بكثير من اليدوي. ليش؟ لانه صارت عندي انا هاي المساحة كاملة، هاي المساحة كلياتها كاملة، كلياتها التمت جاي، فراح يطلعنا قيمة الساب. بدل مثلا اليدوي طلعت عندي دلتا التمت 181، ممكن هاي تكون 200 او 250. فاحنا كيف بدنا نعرف الساب؟ انه بدل ما يرسمها هيك يرسمها هيك. طب في هنا ايش اسمه خيار هنج لينكث، يعني هاي مثلا لو دخلناها بوينت 46 راح يرسمها بهذا الشكل. بما انه رسمها بهذا الشكل راح يطلع نتائج غلط. فشو رايحين نعمله؟ رايحين نعمل حسبة يدوية بسيطة جدا. شو هاي الحسبة اليدوية؟ عندي انا كي يلد وكي التمت. شو بدنا نعمل؟ بدنا نخلي هاي في الساب، بدنا نخلي هاي المسافة مجهولة. هاي المسافة بدنا نخليها مجهولة، هاي نسميها واي، واي خليها مجهولة. بدنا نعمل تساوي بين المساحات، يعني هاي مثلا مساحة شبه منحرف، هاي مثلا مساحة شبه منحرف. بدنا نحط طول الهنج اللي هو الهنج لينكث بحيث انها تكون المساحة المربع هاي نفسها المساحة شبه المنحرف. طبعا المساحة شبه المنحرف شو بتساوي؟ اللي هي نص مجموع القاعدتين المتوازيات في الارتفاع. طب الارتفاع كم موجود معاي؟ ما هو موجود معاي نتيجة تشابه المثلثات للومن دايجرام، موجود مع الارتفاع، هاي عبارة عن 0.46 متر. طيب فش كم بيكون؟ فكايل ما هي موجودة معي، بدهاش حسابات طويلة، سهولة موجودة معي. فعندي 8.86.75 زائد اللي هي القاعدتين، هاي القاعدة وهاي القاعدة، زائد كي ألتمت اللي هي 100 ضرب نص ضرب نص اللي هي كي يلد زائد كي التمت ضرب نص، كلها ضرب نص، ضرب 0.46 تطلع معي 25.0125. طيب هاي المساحة لهون، هاي المساحة لهون. طيب لنفرض بدنا نثبت كي التمت، نفرض نثبت كي التمت، كم قيمة واي بحيث انها تكون كي التمت اللي هي 100؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بس بدنا اللي بدنا نعمل بدنا نقسمه على 100 اللي هي على كي التمت، قسم على 100 يعني صفت هاي المساحة المربع اللي هي كي التمت ضرب واي نفسها بتساوي 25 مساحة شبه المنحرف. فمنقسم على 100 تطلع معنا طول البلاستيك هنج اللي لازم نحطها في الساب عبارة عن 0.25. شو يعني اللي صفى معاي؟ صفى معاي انه هذا الشكل، هذا الشكل في هذا الشكل، هذا الشكل يكافئ هذا الشكل، بحيث انه هاي البعد هاي من هون، هاي المسافة عبارة عن 0.25 متر. فاحنا بدنا ندخل البلاستيك هنج في الساب مقدارها 0.25.
نحط اوكي. اوكي اوكي طيب هاي احنا عرفنا بلاستيك هنج، بس ايش اللي بدنا نعمل هنا؟ بدنا نحكي للساب انه يحط هاي البلاستيك هنج. وين بدنا نحط البلاستيك هنج؟ بنحطها عند الفيكس سبورت. هاي بنعلم البيم، البيم بنعلمه اساين فريم هنجز. فاحنا ايش عندنا نوعها؟ هاي موجودة هنا البلاستيك هنج، بدنا نحطها ايش؟ من الصفر على الصفر. هاي هيك مثل ما احنا شايفين، هاي عرف البلاستيك. طبعا مش رايحين نعرف البلاستيك هنج لانه اصلا قيمة الكومنت عندها صفر. طيب نشوف، نروح نعمل رن للبرنامج ونروح نشوف رسمة البي دلتا كير. هاي نحط رن، هاي بدنا نعمل رن new folder، شوف example 1. طيب ايش بدنا نروح نعمله؟ بنروح على display show plot function. نعرف ديفاين، نقدر نرسم رسمة ستريس سترين بأكثر من طريقة. من ضمن هاي الطرق، مثل ما حكينا display show plot function define plot function. بدنا نعرف ايش احنا؟ load function، وفي عنا join displacement function. لو جينا عرفنا على load function add plot function، بس ايش هاي؟ ما بتلزمنيش. فايش بدي اروح على؟ بدي اروح على assign add join displacement. هاي add plot function. ايش راح يصير في عندي هنا؟ في عندي انا بدي اخلي النقطة 2، اي نقطة اللي بدي اياها يرسم لي اياها اللي هو الديفليكشن كيرف، بدي اخليه يرسم لي الديفليكشن لهاي. فانا عندي هاي النقطة 2 join 2. في عندي الفيكتور تايب ايش بدنا اياه؟ يكون displacement. بدنا اياه يكون ايش؟ displacement. ايش بدنا اياه يرسمها مع ايش؟ مع ايش؟ يوزد. مثل ما احنا عارفين شو بتعمل هاي؟ يوزد. اوكي. هون حطيت الجوينت اي دي عبارة عن نقطة 2، الفيكتور نوعيتها بدي اياها displacement، بأي اتجاه بدي اياها باتجاه زد. هيك. هاي بالنسبة للجوينت 2. طب بدي اخليه يرسم لي البيز رياكشن، شو بروح على ايش؟ بحط add بيز function add plot function. شو بدي اياها بأي اتجاه؟ بدي اياها باتجاه الزد، بيس شير في الزد. عندي انا اللود هيك راح تنزل عندي بيس شير بهذا الاتجاه. هاي اوكي، هاي اوكي. فبدخل بالفيرتيكال فانكشن بدي اياه يدخل الفورس، في الهوريزونتال فانكشن مش انا عندي اكس اكس واي، في الواي بدي اياه يدخل بيس شير، وفي الاكس بدي اياه يدخل اللي هو الجوينت 2، سميناها جوينت 2 اللي هي ايش؟ الديسبليسمنت. هاي الديسبليسمنت. راح نشوف هذا الكير، هذا كيف طبعا موجود في العكس. شو سبب انه موجود في العكس؟ لانه عندي انا الفورس قاعد تطلع بوش اوفر بهذا الاتجاه، قاعد تعمل الفورس هاي قاعد تعمل البيس شير بنزل لتحت، فعشان هيك الديسبليسمنت في البلس لانه باتجاه زد، بس الشير البيس شير للاسفل. مش مهم، نشوف هذا الكيرف. مثل ما احنا شايفين هاي نزل، يعني لو نقدر نطلعه بطريقه ثانيه الكيرف مشان يطلع معنا بشكل اوضح، شو ستاتيك بوش اوفر كيرف. هاي مثل ما احنا شايفين، طلع لينير، راح بعدين رد نزل. طبعا الرد نزل عند ايش؟ عند النص متر اللي احنا كنا معرفينها لما عرفنا الهنج اللود كيسز، حكينا انه بده يتوقف عند نقطة 2 عند النص متر. يعني حتى لو حطيناها مترين راح يضل نازل كير. حتى لو حطيناها، المهم نكون حاطين مسافة قبل، يعني نكون حاطين مسافة كبيرة. مثل ما احنا شايفين نروح على هاي النقطة، هاي نقرأ الهوريزونتال والفيرتيكال. مثل ما احنا شايفين عند 73 بتكون القيمة 164، عند 73 بتكون القيمة 164، نفس اليدوي بالضبط. عند هاي القيمة، اللي هي عند تقريبا عند 200، اللي هي ايش ال 200 هاي؟ اللي هي ما توازي اللي هي 180 100، هي بتطلع في اليدوي بالضبط تطلع 185، هون تقريبا 200 عند لود 180 كيلو نيوتن. احنا مثل ما احنا شايفين هاي عباره عن البوش اوفر كير. هيك، السلام عليكم.